عليه لحظات قبل ابتداء هذا المؤتمر الشبابي الكبير. كلمة للشباب. أنا مررت لأحتفل مع الشباب بأول مهرجان ينظم بعد سقوط الاستبداد. أنا ممتن للشباب الذي قام بالثورة والذي هو واعي بما ينتظره من أجل ترجمة أهداف الثورة في الواقع الملموس، وهذا يطمئن على تونس المستقبل وعلى أنه لن يقع الالتفاف على أهداف الثورة وعلى أنه سيرث إرثا جيدا ويضيف إليه ويبنيه إن شاء الله. ولذلك أنا فعلا أرى نفسي في تواصل مع هؤلاء الشباب والحمد لله. الله يبارك فيك. شكرا.